خليني الأول أسألك، أنت صحيح ما شفتش ابنك كريم إلا بعد 25 يوم من ولادته؟ آه ده حقيقة. أنا كنت بعمل مسلسل في دبي كان اسمه الصعود إلى القمة، سافرنا على أساس أن أنا هقعد 10 أيام، قعدت حوالي 65 يوم. اتولد كريم في مدة غيابي، أنا ما كنتش شفته طبعا، كل يوم كان بيجيني هلاوس وكوابيس وخايف بقى الآن ابن أول مرة في حياتي عندي ابن. وفي يوم من الأيام راجع من التصوير فلقيت الأستاذ محمد وفي قال لي ما تكلم مصر كده واطمن على ابنك، ما كانش وقتها في موبايلات والحاجات دي. وإيه اللي خلاه يقول لك كده محمد وفي الله؟ هقول لحضرتك، هو حلم 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 إن أمي الله يرحمها شافها في المنام واقفة في غيط كبير كده كله زرع أخضر وشاف فيه فرع برتقان. أنا البرتقان. هو كنت بكلمهم كل يوم اطمن مفيش نتيجه، فكنت زهقت بقى. هو قال لي، قلت له يا استاذ وفي ارجوك انا بتكلم كل، قال لي عشان خاطري اعمل المكالمه دي على حسابي. عملت المكالمه، كان حماي الله يرحمه جده لسه داخل الشقه جاي من المستشفى، قال لي مبروك انت جبت ولد سميه ايه؟ قلت له كريم. قعدنا هناك بقى حوالي اسبوع بتاعه، عملت له اسبوع هناك، عملت الاسبوع من غيره وانا ما شفتوش اساسا، وكل الكاست بقى والممثلين احتفلوا. وطبعا ساعتها بقى لا كان في موبايل ولا كان في واتساب ولا صوري لي وبعتي لي صورته ولا اعرف شكله ايه خالص ولا اعرف حاجه عنه. اسبوع اتصور. انما احنا صورنا الحفله اللي احنا عملناها هناك في دبي، ورجعت بقى بعد كده فدخلت. ايوه يعني انت قلت اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك ودقيت ده كل لمين. ده عملناه هناك في دبي في اليمين زمايل الممثلين عملنا لمين. عروسه يعني كده عروسه صغيره. رجعت مصر فدخلت بقى وكده فجابوا لي كريم بقى. كريم ابنك اهو. فبصيت فيه كده ايه ده مش بتاعي. رحت سايبه ورحت ماسك ابن خالته. ابن خالته بقى كان عنده حوالي 3-4 سنين، كنت انا مربيه وعلى طول معايا، فقعدت ابوس في واحده في وطلع له حلوياته بتاع، فده ابتدى يعيط. فقالوا لي طبعا ما هو زعلان، انا لسه في غربه. اكتشفت طبعا بعد كده من التجربه دي ان الابوه احساس بعد ميلاد الطفل، انما الامومه بتنشا من لحظه ما الدكتور بيقول الام انت هتبقى ام. احساس الامومه، احساس الابوه بيبقى متاخر شويه. بعد كده بقى عم كريم ربنا ورباني وكبرنا مع بعض وقال لك بابا، قلت له انت اللي بابا كانت احلى كلمه بابا.